هذا الحدث تاريخي الغير مسبوق اللي صنعوه أسود الأطلس، هذه الملحمة البطولية اللي رفعوا فيها رؤوسنا كمقاربة عاليا ورفعوا العلم المغربي عاليا، منتخبنا الوطني اللي سجل ملحمة تاريخية حيث تأهل إلى المربع الذهبي أول منتخب عربي وإفريقي في تاريخ كأس العالم يصل لهذا المربع. فكنا نشجع صراحة ونتابع مباريات أسود الأطلس من داخل ملعب استاد البيت في الدوحة والخور كذلك، وصراحة شعور لا يوصف. كل الشعوب العالم كلها تشجع من فوق منصة الملعب، تشجع المنتخب الوطني، فبالتالي أسود الأطلس وناخبهم الوطني نحيوهم اليوم تحية عالية. ها هي الرباط خرجت ساكنتها عن بكرة أبيها بتوجيهات ملكية سامية من صاحب الجلالة حفظه الله الراعي الأول للرياضة. فهذا الحدث التاريخي الغير مسبوق لم يأتي من فراغ، وإنما أتى عن جدارة واستحقاق مجموعة من المعطيات ساهمت في هذا الحدث التاريخي. أولا الرعاية السامية لصاحب الجلالة حفظه الله من خلال إنشاء مؤسسة أكاديمية محمد السادس للرياضة، كذلك رئيس وأعضاء وأطر الجامعة الملكية ومدرب المنتخب وليد الركراكي والنخبة الوطنية اللي أبانوا عن مستوى عالي أولا من الانسجام، من 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 التفاهم، من روح القتال، من وطنيتهم الصادقة. فبالتالي اليوم فرحتنا لا توصف، نسانا إنجاز الأسود التعب. وأنا قادم هذا الصباح من الدوحة، ولكن كما تشاهدون اليوم كل الجماهير خرجت لتعبر عن وقفة إعزاز وافتخار بمنتخبنا الوطني وبناخبه. فشكرا كذلك لجلالة الملك حفظه الله الراعي الأول للرياضة، وشكرا على كتيبة أسود الأطلس ومدربهم وكل الطاقم التقني والفني، وشكرا مرة ثانية يعجز عن وصفها الخطب لأسود الأطلس على هذه الملحمة التاريخية وعلى هذا الإنجاز اللي سطروه بمداد من ذهب وسيبقى راخصا في أذهان كل المقاربة. شكرا من العيون الساقية الحمراء إلى لتعانق كل ربوع المملكة. ما تنسوش تابوناو فلاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.